انا هنا مش محتاج اعدل اي شيء تاني، فهعمل سيف وهروح اضيف بارشال فيو يكون جواه السيلكت ليست او الدروب داون ليست، يعني اللي هتعرض للاند يوزر اللانجوجز او الكالتشرز اللي الابلكيشن بتاعي بيسبورتها. فهروح على الشيرد فولدر، هعمل رايت كليك واقول له اد فيو، بعدين هقول له اد، ممكن هنا تسميه اي اسم. طبعا الدارج والاصح ان هو طالما هيكون بارشال فيو ان اسمه يبدا ب اندرسكور، فاقول له مثلا اندرسكور سيلكت لانجوج، وهمسح كل الكود اللي موجود قبل كده ده، وهنبتدي نكتب الكود اللي احنا محتاجينه. اول حاجه محتاجين نعمل انجكت لتو انترفيسز، وهنستخدم اكتر من شيء واحنا شغالين، فهنحتاج اكتر من يوزنج، خلينا نكتبهم في الاول. هاجي هنا اقول له يوزنج مايكروسوفت دوت اي اس بي نت كور دوت بيلدر، هدوبلكت السطر ده 3 مرات كمان علشان محتاج اعمل اكتر من يوزنج. اليوزنج الثانيه اللي انا محتاجها هتكون مايكروسوفت دوت اي اس بي نت كور دوت لوكاليزيشن، والثالثه دوت اي اس بي نت كور دوت اتش تي تي بي دوت فيتشرز، والرابعه دوت ام في سي دوت لوكاليزيشن، واخر يوزنج هنا انا محتاجها هقول له يوزنج مايكروسوفت دوت اكستنشنز دوت اوبشنز. بعد كده محتاج اعمل انجكت زي ما اتفقنا لتو انترفيسز، فهقول له ات انجكت، اول واحد هيكون الاي فيو لوكاليزر اللي هو ده، وهسميه مثلا لوكاليزر. تاني واحد محتاج اعمل له انجكت، او تاني انترفيس يعني محتاج اعمل له انجكت، هقول له ات انجكت للاي اوبشنز، وده هيكون اوف تايب ريكويست لوكاليزيشن اوبشن، وممكن نسميه هنا لوكاليزيشن اوبشنز او اوبشنز مباشره. بعد كده محتاج هنا اكتب كود سي شارب تاني، فهقول له ات، وبعدين هفتح بلوك علشان ابتدي اكتب هنا كود السي شارب اللي انا محتاجه. اول حاجه هاجي هنا اقول له var request culture، وده هي equal الكونتكست دوت فيتشرز دوت جيت، ودي جينيريك هتحتاج مني هنا ان انا ابعت لها الانترفيس اللي اسمه i request culture feature اللي هو ده. بعد كده محتاج اسلكت كل الكالتشرز اللي الابلكيشن بتاعي بيسبورتها، واللي هي الكالتشرز اللي احنا ضفناها جوه البروجرام كلاس. طب هعمل لها سلكشن ازاي؟ موضوع بسيط جدا، هقول له هنا var cultures هت equal الاوبشنز دوت فاليو دوت سبورتد يو اي كالتشرز. كده انا عملت سلكشن للفاليوز اللي موجوده جوه الاوبشنز اللي هي موجوده جوه البروجرام كلاس. طيب انا محتاج اغير شكلها لشكل السيلكت ليست ايتم اللي انا اقدر ارندر بيه دروب داون ليست. هعمل ده ازاي؟ موضوع بسيط جدا، هستخدم سيلكت، فاجي اقول له مثلا دوت سيلكت، وبعدين هقول له لكل كالتشر جوز تو نيو سيلكت ليست ايتم، واعمل له هنا انيشاليزيشن. التو فاليوز اللي انا محتاجهم، اول نقطه هي الفاليو، الفاليو دي هتكون عباره عن الكالتشر دوت نيم اللي هو اسم الكالتشر اللي انا محتاج ابعته للاكشن اللي احنا لسه مكريتينه اللي هو بتاع السيت لانجويج اللي موجود جوه الهوم كنترولر. بعد كده هاجي هنا اقول له التكست اللي هو الفاليو يعني اللي هتظهر قدام الاند يوزر جوه الدروب داون ليست، هقول له التكست ده بيكوال السي دوت الديسبلاي نيم علشان يبتدي يعرض له اسم الكالتشر او اسم اللانجويج دي في شكل كلمه هو يقدر يقراها. بعد كده الطبيعي جدا هقول له دوت ليست علشان يحول لي الجزء ده لليست. اخر فاريبل انا هنا محتاجه هو الريتيرن يو ار ال، زي ما اتفقنا انا محتاج اعرف الاند يوزر دلوقتي واقف فين بالظبط جوه الابلكيشن بتاعي علشان لما يغير اللانجوج ارجعه لنفس المكان مره تانية. فهقول له هنا var return url، ده هيكوال حاجه من اتنين، اما اني الكونتكست دوت ريكويست دوت باث بتاعتك فاضيه ما فيهاش حاجه، فده معناه ان الاند يوزر واقف حاليا على الهوم بيج، او انها فعلا فيها فاليو، فانا محتاج ان انا احتفظ بنفس الفاليو اللي هو يعني نفس اليو ار ال اللي هو واقف عنده حاليا. فهعمل تشيك بسيط جدا، هقول له string dot is null or empty، لو الكونتكست بتاعتي dot request dot path لو هو فاضي، معنى كده اللي انا كتبته دلوقتي، لو السترينج ده فاضي خلي الريتيرن يو ار ال بتاعي يساوي تلدا سلاش، فده معناه كده ان هو هيرجعه لاول الابلكيشن خالص اللي هي الهوم بيج. طب لو مش فاضي
هبتدي استخدم السترينج انتربوليشن علشان اكريت الريتيرن يور ال بتاعي. فهعمل هنا دولار ساين وبعدين هضيف طب الكوتس وهعمل ترمينيشن هنا للسطر ده، وهيكون شكل السترينج بتاعي عبارة عن كده بالظبط، تلدا وبعدين هضيف بعدها الكونتكست دوت ريكوست دوت باث دوت فاليو. فبالتالي يبقى انا كده بقول له لو هي كانت فاضية رجعه على الهوم بيج، لو هي مش فاضية رجعه على نفس المكان اللي هو اصلا كان موجود جواه.